بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة السادسة من Discrete Mathematics. محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عن Relations، وهندي هنا Basics فقط عن Relations. موضوعنا النهاردة يتضمن Relation Definitions الأساسية لها والـ Examples على الـ Definitions دي، الـ Types of Relations، الـ Operations اللي بتتعمل على الـ Relations. كل دولت هنتكلم عنهم النهاردة إن شاء الله. لو احنا النهاردة جينا نقول كارتيزيان برودكت اللي كنا بنعمله ما بين أي مجموعتين، ولا أفكركوا بيه، لو كان عندي مجموعة اسمها A فيها 1 و 2 ومجموعة اسمها B فيها 3 و 4، فلو كنت قلت A cross B معناها ان انا بعمل تابل، تابل يعني زوج مرتب. طبعا اللي فوق دي كلها أقواس مجموعة بس عشان تبقى الدنيا واضحة كويس. العنصر الأولاني منه الـ A والعنصر التاني من B وهكذا، مع الأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات. يعني من A ممكن أخد الواحد وأربطه مرة ب التلاتة ومرة بالأربعة، أو أخد من A 2 وأربطها مرة بالتلاتة ومرة بالأربعة، وبهذا يبقى أنا عملت كل الريليشنز المحتملة في الدنيا اللي ممكن تنتج ما بين A و B. يعني إيه A دي فيها أحمد ومحمد، وبي فيها علي ومصطفى، ايه كل احتمالات الصداقة اللي ممكن تنشأ؟ ان احمد ممكن يصادق علي وممكن يصادق مصطفى. احمد ومحمد اساسا من فوق اصدقاء، ان محمد من هنا ممكن يصاحب علي وممكن يصاحب مصطفى، هو ده الازواج المرتبة كلها. واتفقنا الكروس برودكت هو عبارة عن كاردناليتي A، عدد العناصر اللي هنا 4، والكاردناليتي بتاعت A2 والكاردناليتي بتاع B2، عدد عناصر A2 وعدد عناصر B2، فاتنين في اتنين باربعة، يبقى أقصى عدد هو الأربع عناصر اللي قدامنا دول. فالريليشن دي X تنتمي إلى A وY تنتمي إلى B، لأن ال1 ينتمي إلى A وال3 تنتمي إلى B وهكذا. طيب A relation is just any subset من الكارتيزيان برودكت، اي ريليشن هتنتج هتبقى سبست منها. يعني لو جبت دلوقتي مجموعة من سنة اولى ومجموعة من سنة تانية، وقلت دول كلهم طلاب سنة اولى دول طلاب سنة تانية، وقلت كروس برودكت ما بين مجموعة اولى هسميها ايه ومجموعة تانية هسميها بيه كروس برودكت، يعني كل احتمالات الارتباطات اللي ما بين ايه وبي بعلاقة صداقة. فأي علاقة صداقة هتنشأ من مجموعة أولى والمجموعة من سنة أولى وسنة تانية أكيد هتبقى مجموعة جزئية من دي، لأن أنا خدت كل احتمالات الصداقة بالكروس برودكت أو الكارتيزيان برودكت. خلاص، لأن الاتنين اسم الحاجة واحدة، كروس وكارتيزيان اسم الحاجة واحدة. طيب طبعا هنا بيتكلم على مثال تاني للـ students والكورسز. لو انا قلت في علاقة cross product ما بين students و courses، مش ممكن الاقي طالب مسجل مقرر وهو ليس مجموعة جزئية من دي. يعني لو افترضت ان عندي 10 طلاب ومقررين، فعندي 20 علاقة مختلفة، ان الاولاني ياخد المقرر او الطالب الاول ياخد المقرر الاول، التاني ياخد المقرر الاول، التالت العاشر ياخد المقرر الاول، وارجع تاني الاول ياخد المقرر التاني وهكذا. هيبقى عندي 20 relation ممكن ابقى سبسيت من الريليشنز دي. لما نيجي نتكلم على الفانكشنز، هو ايه الفرق ما بين الريليشن والفانكشن؟ لا، في فرق. الفانكشن مجموعة جزئية من الريليشن، سبسيت من الريليشن. يعني ايه؟ يعني كل فانكشن relation وليس كل relation function. يعني ايه؟ لو انا قلت دلوقتي ان انا جاي
بقول ان انا عندي الريليشنز اللي عملتها ما بين طلاب سنة اولى والست مقررات اللي اتفتحوا السنة دي، وخدتها ان العلاقة ما بين دولت ودولت هي كل احتمالات الارتباط، وقلت جبت فانكشن، الفانكشن دي اللي بتحدد الارتباط. لا، فلان ما ينفعش ياخد المادة دي عشان ما خدش اللي قبلها، فلان سجل دي عشان خد اللي قبلها، فالفانكشن حددت قواعد للارتباط. اما الريليشن كانت عامة بدون قواعد، فالفانكشن الفانكشن هتتاخد جزء من الريليشن، يبقى كل فانكشن ريليشن، لكن كل ريليشن ليست فانكشن. يبقى فانكشن نوع سبيشال كايند. يبقى انا دلوقتي لو حبيت اراجع على كل الحاجات اللي فاتت، احنا خدنا ان الريليشنز هتبقى على ست، ومن ست الى ست، سواء من A ل B او من A الى A من المجموعة نفسها. وخدنا ان الريليشنز دي هتبقى سبست من A كروس B في الحالة الاولانية، او A كروس A في الحالة التانية. وخدنا ان الفانكشن هي عبارة عن type of relation، اي فانكشن في الدنيا دي فانكشن، ف يعني كل فانكشن relation، لكن not every relation is a function. تمام، كل ده ملخص اللي فات. هنبدأ دلوقتي ناخد properties of relations، وعندنا ثلاث خواص هنشتغل عليهم. أول حاجة إن العلاقة تكون reflexive، تاني حاجة إن العلاقة تكون symmetric، تالت حاجة إن العلاقة تكون transitive. الثلاث خواص دولت هنتناولهم دلوقتي، وهم دول الموضوع اللي موجود معانا النهاردة، وبعد كده نشوف الاوبريشنز على الخواص دي هتتعمل ازاي. نبدأ. اول خاصية من الخواص reflexivity، ازاي relation تبقى reflexive. انا اسف، reflexive relations، كلمة reflexivity معناها ان اي واحد منا لو راح ووقف قدام اي مراية في الدنيا، طبيعي ان هو واقف قدام اي مراية من المرايات اللي في الدنيا، ان هو هيدخل هيشوف نفسه قدام المراية دي، هيلاقي له صورة موجودة جوه المراية، الصورة اللي موجودة جوه المراية دي مشابهة له تماما. معناها ايه؟ معناها ان حصل ان في بيمز عشان سطح المراية مسقول وقعت ورجعت عملت ريفليكشن على عينيه، فهو شايف نفسه في المراية. طيب، هي دي نفسها ان كل element موجود في الست اللي انا هعمل عليها الريليشن، زي set A، انا عندي set A فيها اي elements في الدنيا 1 2 3، لازم لما يقف قدام المراية يشوف نفسه، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان احنا نكون 100 نروح نقف قدام المراية، ف98 من 100 من المية يشوفوا نفسهم أول ما يقفوا قدام المراية، واتنين يقفوا قدام المراية ما يلاقوش فيه صورة ولا انعكاس، ده لا يجوز. فكل عناصر المجموعة لازم لما يروحوا قدام المراية يشوفوا نفسهم، الواحد يشوف نفسه، والاتنين تشوف نفسها، والتلاتة تشوف نفسها. عشان كده في الديفينيشن، a relation R، أي relation is reflexive على A، يعني علاقة من A لA. إمتى؟ لو all elements belong to A، كل العناصر اللي بتنتمي لA شافت نفسها، شافت نفسها يعني بقت A مع A، وبقت موجودة في relations. يعني لو عملت relation دي دلوقتي كده وحطيت فيها 1 و 1، يعني ال 1 شاف نفسه، 2 و 2 يعني 2 شافت نفسها، 3 و 3 يعني 3 شافت نفسها، العلاقة دي reflexive، دي reflexive لانها توفرت فيها ان
all the elements اللي موجودين هنا شافوا نفسهم. لو العلاقة دي غاب عنها واحد من دول تبقى not reflexive. لو الأحمر الخط الأحمر اللي فوق ده اتحقق، لو ده اتحقق إن دي بقتش موجودة، إن بقى في 1 1 و 2 و 2 و 3 و 3 مش موجودة، ما ينفعش، لازم برضه ال 3 لما تقف قدام المراية تشوف نفسها. فيبقى دي for all و quantifier for all ما يبقاش ترو إلا لو كان ترو لكل الـ elements اللي في السيت زي ما احنا خدنا قبل كده. تمام. طيب لو تواجد مع الحاجات دي حاجات تانية ما يأثرش في أي حاجة، بمعنى إن أنا لو جيت بقى عندي كمان 3 و 2 المانع ما يفرقش عندي أي عناصر تتوجد، المهم إن دول يتوجدوا ويبقى العلاقة reflexive. إذن ده التعريف بتاع الرفلكسف سيمتريك. قصة سيمتريك معناها ان في حاجة وحاجة تانية شبهها او متماثلة معاها. طب ايه التعريف هنا؟ بصوا معايا، الريليشن اون A is symmetric F. F ايه بقى؟ A and B belongs to R implies ان P و A belongs to R. يعني لو A و B belongs to R بينتموا ل R implies D. ال implies D انتوا خدتوا تبقى true امتى؟ implication. يعني لو دولت الاتنين اتحققوا true، يعني لو ده بقى موجود في R وده بقى موجود في R تبقى true. طب لو الاولاني ما اتوجدش في R والتاني ما اتوجدش في R هتبقى true. طب لو الاولاني اتوجد في R وما لقيتش التاني هتبقى false. طيب هقول لكم حاجة وهتتلخبطوا فيها، المفروض كده تبقى true؟ لا، لان مفيش ترتيب، لان انا ما عنديش ترتيب مين الاول ومين التاني. يعني انا لو حطيت في المجموعة 3 و 2 و 2 و 3 فهم دولت معناها A و B و B و A. طب ما انا ممكن عكس، ممكن احط ده A و B و B و A، وبالتالي ممكن دي لدي تبقى كأنها كده برضو تبقى عكس الـ implies. يعني ممكن اقول عندي 2 و 3 وما فيش 3 و 2 ويبقى عكس دي. تمام. طيب يبقى نهاية، لو في اي زوج مرتب اتوجد لازم معكوسه يتوجد. لو اي زوج مرتب اتوجد لازم معكوسه يتوجد، ده النهاية. فانا دلوقتي لو عندي العلاقة دي 3 و 2 2 3 1 1 asymmetric على المجموعة 1 2 3 اللي احنا كنا حاطينها ايه، دي r دي دي r دي symmetric. r is symmetric. ليه؟ لان كل زوج اتوجد اتوجد المعكوس بتاعه. تمام. كل واحد اتوجد اتوجد المعكوس بتاعه. 3 و 2 معكوسها 2 و 3 موجوده، 2 و 3 معكوسها 3 و 2 موجوده، 1 1 معكوس 1 1 موجود. يبقى كل واحد عكسه موجود. طيب لو نفس الريليشن دي انا ضفت عليها كده 1 and 4، خلينا نعملهم بلون تاني 1 and 4. لو انا عملت كده الريليشن دي not symmetric. ليه not symmetric؟ لان عندي 1 و 4 ومفيش 4 1، فمحدش يقول لي انها symmetric. هي not symmetric لان ال 4 1 موجود، المفروض ده امبلايز ان 1 و 4 موجود، فالاولاني كان ترو والتاني كان فولس. ال 4 وال 1 فولس، فبقى ترو امبلايز فولس فما تنفعش. فيبقى العلاقه السيمتريك لو اي تابل موجود لازم عكسه موجود.
العلاقة اللي بعدها الثالثة والأخيرة Transitivity. كلمة ترانس لو موجودة في أي حتة معناها إن في نقل حصل، يعني أنتوا خدتوا ترانسفورمر، حصل نقل من البرايمري للسكندري أو من الملف الابتدائي للملف الثانوي. ترانسبورتيشن حصل نقل المواصلات بتنقلك من حتة لحتة، وهكذا. أي حاجة فيها ترانس معناها في نقل. فإيه الترانسيفتي اللي حصلت هنا؟ بصوا معايا بقى، في عندي اتنين اوبريتورز هنا AND و implies. AND دي يبقى لازم الاتنين دول يتوجدوا عشان تبقى true، يبقى لازم يكون عندي A و B و B و C عشان يحصل النقل وينقلوني، لان الزوج المرتب الثالث هو A و C بالimplies هنا. يبقى هنا AND وهنا implies. الاولاني والتاني يكونوا موجودين، يبقى A و B AND B و C يكونوا موجودين، فيحصل ايه؟ ينقلوني، يحصل نقل. مين اللي ينقلني؟ البي تربط لي دي بدي اهي وتديني التالت، A و C هو اللي يجي. تمام؟ كأن بقول لك انا طلعت من مدينة A رحت مدينة B، ومن مدينة B رحت لمدينة C، يبقى في النهاية انا اتنقلت من A ل C. تمام؟ طيب امتى الريليشن دي تبقى ترو؟ طب تعالوا ناخد مثال. انا عندي A اللي فيها ال 1 و 2 و 3 اللي تعبناها معانا دي، وعندي ريليشن هكتب فيها شوية حاجات كده ونحكم بقى. عندي ريليشن دلوقتي فيها 1 و 2 و 2 و 3 و 1 و 3 وبس. 3 elements دولت مفيش عندي مشاكل في أي حاجة، دي transitive بالثلث. ليه؟ لأن ال 1 و 2 لما اتجمعوا وال 2 بقت مشتركة نقلوني لل 1 و 3، وال 1 و 3 موجودة وزي الفل، فالعلاقة دي transitive بالثلث. transitive ليه؟ لان انا مطبقها على القاعدة اللي فوق بالملي. طب تعالوا نقول كده، لو كان عندي علاقة كده 1 و 2 بس، هل العلاقة دي ترانزيتيف؟ هتستغربوا وبقول لكم اه ترانزيتيف. ليه؟ لانه بصوا على الريليشن اللي فوق كده، الاند دي واحدة منها ترو والتانية فولس، اتوجد ال 1 وال 2، مفيش 2 حاجه، مفيش 2 سي. يعني الاولاني ده اتوجد A و B، اه هو ده ال 1 وال 2. ال B وال C مفيش. يعني الجزء الاولاني اللي بالاند ترو اند فولس ده كله بقى ايه؟ بقى عندي ترو اند فولس. ترو اند فولس دي كلها بايه؟ بفولس. طيب هل ده اتوجد؟ برضه ما اتوجدش، يبقى بقت فولس امبلايز فولس. فولس امبلايز فولس تبقى ايه؟ ترو. يعني انا الراجل ده ما اتسألتش ان انا هوصل ولا لا. تخيلوا كده انا رحت من مدينة واحد لمدينة اتنين، طيب انا احكم منين ان العلاقة دي ترانزيتيف؟ هو انا حبيت اروح من اتنين لتلاتة لسه؟ فيبقى لو اتوجد 1 و 2 بس هي ترانزيتيف. امتى ما تبقاش ترانزيتيف كده بقى؟ اه ده انا كده الاولانية ترو A و B، وبقى عندي حاجة بتبدأ بالبي اهي، يعني التانية كمان بقت ترو، يعني كل دول بقوا ترو، يعني دي بقت كده ترو اند ترو، فدي كده بقت ترو، فبقت ترو امبلايز فولس، لان الاخيرة دي A و C مش موجودة. ناقص عندي هنا حاجة مهمة قوي، ناقص عندي 1 و4 مش موجودة. اه تبقى نوت ترانزيتيف، لان انا دلوقتي بقت عندي true and true implies false، و true and true بترو هتبقى true implies false معناها false. يبقى العلاقة ممكن ما تبقاش لو انا حطيت 1 و 2 بس كده transitive. اه حطيت 1 و 2 ومعاها 2 و 3 ما بقتش transitive لعدم وجود 1 و 3.
حطيت كده وضفت عليهم 1 و 3 بقى ترانزيتيف واهلا وسهلا. يبقى دولت الثلاث علاقات. عندنا دلوقتي حاجة بقى اسمها انتي سيمتريك. هو السيمتريك عايز افكركم بيها، لو كان عندي A و B لازم يكون مقلبهم موجود B و A، دي السيمتريك. هو ايه انتي سيمتريك دي؟ هل انتي سيمتريك معناها نوت سيمتريك؟ ابدا ابدا ابدا. انتي سيمتريك حاجة ونوت سيمتريك حاجة. ازاي نقول الكلام ده؟ انتي سيمتريك مضادة للسيمترية. لكن انا لو جيت قلت ان انا عندي 2 و 3 وما عنديش 3 و 2، دي نوت سيمتريك، دي نوت سيمتريك. لكن انتي سيمتريك يعني ايه؟ يعني اوعى يتوجد في يوم من الايام زوج مرتب وله مقلوب. يعني لو قلت 1 و 2 و 2 1 و 3 و 4، ال 1 وال 2 مقلوبة موجودين 2 1، ال 3 وال 4 ملهاش مقلوب، فبالتالي هي نوت سيمتريك. يعني العلاقة دي كده not symmetric. ليه not symmetric؟ عشان مفيش 4 و 3، عشان no 4 و 3 يبقى not symmetric. تخيلوا بقى كمان، ودي not anti-symmetric. not anti-symmetric ليه؟ لان اتوجد واحده ومقلوبها. طالما اتوجد واحده مقلوبها يبقى انا ما كانش عندي مضاد، ما عرفوا يعد اهو بقى جت واحده ومقلوبها. عشان تبقى نوت انتي سيمتريك ولا واحده يجي لها مقلوب، ما عدا اللي صورتها، ما عدا اللي صورتها. يعني ايه؟ يعني لو عملت العلاقه دي كده 1 اند 2 و 1 and 1، العلاقة دي انتي سيمتريك. ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي اتوجد لها مقلوب هو اللي صورته مع نفسه، اما ال 1 و 2 دي ما جالهاش مقلوب. فالعلاقة دي بقت نوت سيمتريك، بس هي انتي سيمتريك. المرة دي اشيل دي بقى، لان العلاقة دي كده دي انتي سيمتريك بس نوت سيمتريك برضه، بس نوت سيمتريك المرة دي لسبب تاني، ان انا ما عنديش 1 و 2، ما عنديش 2 1، لكن المرة دي هي انتي سيمتريك. ليه؟ لأن مفيش أي حاجة لها مقلوب إلا اللي صورته مع نفسه، ال 1 و 1 مقلوبه مع نفسه. يبقى أهو a relation on A و A is anti symmetric if A and B belongs to R implies ما يبقاش في B and A أبدا أبدا، طبعا except اللي صورته مع نفسه. طيب هل في علاقة ممكن تكون الاثنين سيمتريك وانتي سيمتريك؟ لو 1 1 دي سيمتريك وانتي سيمتريك، لان مفيش حاجة توجد مقلوبها غير مين؟ غير اللي صورته مع نفسه. فدي الاثنين دي سيمتريك وانتي سيمتريك مع بعض، تمام. طيب تعالوا نشوف ازاي اقدر اتشيك شوية حاجات من الريليشنز بالجرافز. لو انا عندي الريليشن اللي قدامكم دي، الريليشن دي ما اقدرش اتشيك انها ريفلكسيف ولا لا الا لما يكون عندي عناصر A. فعناصر A عندي هي 1 2 3 4. لو لقيت كل واحده منهم عليها اللوب بتاعها اللي فوق ده اللي انتوا شايفين اللي انا بعلم عليه ده، يبقى معنى كده ان كل واحده ارتبطت بنفسها. يبقى من الجراف وانا مغمض هقول انها ريفلكسيف على طول، لان كل واحده شافت نفسها خلاص. يبقى من الرسمه خلاص
طبعا الرسمة دي الأزواج المرتبة أنا عملتها باتجاهات، يعني 1 و 2 معناها سهم رايح من 1 ل 2 كده، 1 و 3 يعني سهم رايح من 1 ل 3 كده، لكن لما أقول 1 و 1 يعني سهم رايح من 1 لنفسها كده. تمام. طيب يبقى عشان تبقى reflexive لازم يبقى فيه لوب على every vertex، كل vertex لازم يكون عليه لوب، لو واحد بس معلوش لوب تبقى not reflexive. السيمتريك طبيعي ان كل واحدة رحلها سهم لازم يبقى فيه السهم العكسي بتاعه موجود، يبقى لازم يكون عندي edge لكل element of R. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي من 1 لـ2، عشان تبقى symmetric لازم يكون في من 2 لـ1، لازم المنقط ده يتوجد. لو ما تواجدوش الاتنين مش مشكلة، لكن لو اتوجد واحد لازم يتوجد عكسه. يبقى every edge must have a return edge، كل edge موجود لازم يكون له return. طيب انا عندي هنا من 2 لـ4، في ريتيرن اللي هو من 4 لـ2 مفيش، يبقى خلاص كفايه واحد بس عشان اقول انها not symmetric. يعني انا عندي هنا دي 3 و4 ملهاش 4 و3، 2 و4 ملهاش 4 و2، 1 و4 ملهاش 4 و1، وهكذا. ترانسيفتي لما اجي ارسم العلاقه، انا النهاردة رايح من 1 لـ2، واتنين دي طالع منها اسهم تاني من 2 لـ3، يبقى لازم في حاجة تقفل اللوب من 1 لـ3. شايفين اللوب بقى لونه الاخضر ازاي؟ بقى مقفول دلوقتي. طيب انا عندي حاجة من 1 لـ2 وعندي حاجة من 2 لـ4، لازم يكون في عندي حاجة تقفل من 1 لـ4. طب انا عندي من 1 لـ4، تمام اهو هرجع تاني، عندي من 1 لـ4 بس 4 مش طالع منها حاجة غير الـ4، فخلاص مفيش مشكلة لان هي واقفة لحد كده، مفيش حاجة تانية طالعة منها غير السيلف، فما تفرقش معايا. طب انا عندي من 1 لـ3 وفي من 3 لـ4، فلازم يكون عندي من 1 لـ4 اهي، وهكذا. طب انا عندي من 2 لـ3 وفي من 3 لـ4، فلازم يكون عندي من 2 لـ4 اهي، اللوب مقفول، فلازم في حاجة دايما تكمل اللوب المقفول. طيب بصوا بقى، ده اهو من 1 لـ2 ومن 2 لـ3، فانا عندي من 1 لـ3 اللي تقفل اللوب، وهكذا. يبقى عندي شورت كات ماست بريزنت فور افري باث له لينث 2، يعني كل باث زي الاثنين الصفر كده لازم لهم واحد شورت كات زي الاحمر اللي قدامكم دلوقتي. طيب الانتي سيمتريك بقى، الانتي سيمتريك قلت مش عايز اي حاجه يكون لها معكوس ابدا. فلو جيت على الريليشنز هنا عايز اتاكد ان كل سهم ملهوش ريتيرن نهائي، اي سهم من ده ما يبقالوش ريتيرن، ما يبقالوش ريتيرن ابدا. نو ايدج كان هاف ا ريتيرن، لو واحد بس له ريتيرن سلام عليكم، ما بقتش انتي سيمتريك. تمام. تعالوا ناخد حاجه زي اللي قدامنا دلوقتي، بيقول لي let R be a relation on people، يعني علاقة على كل الناس اللي على سطح الأرض. R مالها بقى؟ دي X and Y. X and Y have lived مش lives in the same country، يعني اتنين في يوم من الأيام عاشوا في نفس البلد. تمام. ممكن يكون هما lived. طيب ناخد أي اتنين في الدنيا، لو افترضنا ان انا عندي علي
وعندي فاطمة وعندي أحمد. لو أنا قلت إن علي وفاطمة دولت عاشوا في إيجيبت، وفاطمة وأحمد عاشوا في Kingdom of Saudi Arabia، عاشوا في السعودية، هل ده يستلزم ان علي واحمد يكون عاشوا في بلد ما مع بعض، جامعتهم بلد ما مع بعض عشان يبقوا موجودين جوه الريليشنز؟ شرط نهائي، مش شرط نهائي. يعني علي وفاطمة انا بشوف العلاقة دي ترانزيتيف ولا لا. فالترانزيتيف معناها ايه؟ ان انا لو عندي زوج مرتب اسمه علي وفاطمة، وعندي زوج مرتب اسمه فاطمة واحمد، لازم يبقى عندي زوج مرتب تاني. ده implies ان يكون عندي زوج مرتب تالت، لازم ده يكون موجود، اللي هو علي واحمد. طبعا انا قلت ان علي وفاطمة عاشوا في ايجيبت، وفاطمة واحمد عاشوا في السعودية، ما هو الزوج المرتب يعني اتنين lived in the same country، عاشوا مرة في بلد واحدة. هل ده يشترط ان علي واحمد يكون عاشوا في يوم من الايام في بلد واحدة؟ لا يشترط، وبالتالي العلاقة دي not transitive. يبقى اول حاجة نفيناها is are transitive. يعني ادي ده علي ودي فاطمة وده أحمد، لا يستلزم أبدا إن علي وأحمد اللي عليهم علامة استفهام يكونوا عاشوا في بلد واحدة، وبالتالي فهي not transitive. طيب العلاقة اللي بعدها هنسأل سؤال تاني مهم اللي بعد كده، is it reflexive؟ يعني أنا وأنا عشنا في نفس البلد، طبيعي أكيد أنا وأنا عشنا في نفس البلد، أكيد كل واحد مع نفسه عاش في نفس البلد، ما هو مش معقول أنا ونفسي ما عشناش في نفس البلد، كان عندنا انفصام يعني، فأكيد دي كل واحدة مع نفسها، كل واحد عايش مع التاني في نفس، كل واحد عاش مع نفسه في نفس البلد. العلاقة، السؤال اللي بعده، هل هي سيمتريك؟ طبعا سيمتريك، لأن أنا لو قلت إن علي وفاطمة عاشوا في مصر، ففاطمة وعلي عاشوا في مصر، منطقي جدا يعني، فكل واحدة لها معكوسها، إذن هي سيمتريك، تمام؟ فكل واحدة لها معكوسها، إذن هي سيمتريك. طيب السؤال الأخير، هل هي أنتي سيمتريك؟ اللي فوقيها دي الجواب عليها لوحدها، هو المفروض كل واحدة يبقى معكوسها موجود معاها، ما هو طبيعي إن كل واحدة لها معكوس هنا، يبقى عمرها ما هتبقى أنتي سيمتريك، لان كل واحده اوريدي لها معكوس، واحنا قلنا انتي سيمتريك يعني ايه؟ ما يبقاش في ولا واحده لها معكوس، لا ده هنا كل واحده لها معكوس. فطبعا نو. سؤال تاني، let r be a relation on positive integers. دي relation على positive integers، والريليشن اللي على positive integers دي بتقول ايه؟ بتقول لي كالاتي، بتقول لي ان 3 divides x minus y، يعني كل اتنين هاخدهم هيبقى 3 divides الفرق اللي بينهم، تمام كده؟ طيب السؤال دلوقتي هبدأ بأي علاقة من العلاقات، هل هي symmetric؟ يعني انا عايز اقول حاجة دلوقتي، اولا الريليشن دي لازم ابقى عارف هل هي موجودة هنا positive integers، دي ما انساهاش ابدا، يعني كل اللي هعوض عنهم x و y positive وليس negative. طيب لو خدت اي 2 و 3 divides الاثنين دول، او 3 does not divide الاثنين دول، نجرب دي ونجرب دي، يعني انا لو خدت دلوقتي 9 و 6، ف 3 divides 9 ناقص 6 و 3 divides 6 ناقص 9،
صح؟ تمام. يبقى دلوقتي اي فرق ومعكوسه هيبقى 3 ديفايدز الفرق ده، لان هو الفرق بينهم اشارة، ودي ما تمنعش انه هيبقى ديفايدز. طيب لو does not divide برضو مش هتغير. يعني ايه؟ يعني لو قلنا 7 minus 5 و 5 minus 7 ف still 3 does not divide ده ولا ده، تمام؟ وبالتالي العلاقة ديت هل هي symmetric؟ اه symmetric. سؤال، هل هي transitive؟ يعني ايه؟ يعني انا لو عندي 3 ارقام كده خدتهم عشوائيين 6 و9 و12، لو انا قلت دلوقتي 3 divides 6 minus 9 و 3 divides 9 minus 12، هل معناها ان 3 divides 6 minus 12؟ الاجابة اه. طب هل ده برضو هيستدعي ان يبقى كلهم مش متواجدين؟ يعني ايه؟ يعني انا لو قلت دلوقتي هل ده دايما ثابت؟ يعني دلوقتي 9 و6 و 3 divides 12 minus 6 3 divides 9 minus 6 اه. طيب لو خليتها كده 12 minus 9 و 9 minus 0 12 minus 0 اه، إذن العلاقة دي كمان ترانزيتيف. ادي دلوقتي اهو دي 3J و 3K، يبقى divides دلوقتي لو انا قلت x minus y y minus z دي 3K ودي 3J. انا عايز دلوقتي اجيب العكس بقى، ان هو الفرق ما بين الاتنين اللي يضيع الواي. يبقى انا لو قلت ممكن نقول ان 3M هي x minus z is x و z in relation. لو انا قلت ان انا هجمع المعادلتين دول لبعض فهيبقى عندي اخد 3 على المشترك و j ناقص زائد k هتبقى هي ال m، ويبقى الفرق بينهم ويبقى هي ترانزيتيف، لان انا عملت ايه؟ انا جمعت العلاقتين فوق في علاقة واحدة، يعني خدت دي ودي مع بعض كده عشان احقق نفس العلاقتين اللي فوق، طلع دول مجموعهم ممكن اسميهم ام، ويبقى العلاقة دي سليمة وتبقى ترانزيتيف. ولسه مديكم امثلة على كده. طيب هل هي ريفلكسيف؟ يعني كل واحد ممكن يرتبط بنفسه. يعني هل 3 divides 1 minus 1 يعني ها و 2 minus 2 وكل الحاجات دي كلها، يعني هل 3 divides 0 من الاخر كده؟ انا قلت اه، لان ممكن 0 بي equals 3 times 0، مش احنا قلنا 0 ممكن equals 3 times 0، واي واحدة طرح نفسها هتبقى بزيرو. يبقى انا النهاردة لو اشتغلت x minus x و 3k بتساوي x minus x اه، لو k بتساوي 0، لان دي معناها كده انه عايز مفهوم الديفايدز، ان انا اقدر اضربها في حاجة وتديني فرق اه، فاقدر اضربها في 0 زي ما انا لسه قايل لكم من شوية ان ممكن اعوض بزيرو. اذا هي ريفلكسيف. طيب نيجي سيمتريك، انا لسه قايل لكم مثال ان الفرق هيبقى بالسالب. فلو خدنا برضو 3K اللي احنا بنشتغل بيها او 3J، لو انا خدت definition بتاع divides y minus x، هل دولت دلوقتي لو انا قلت k بتساوي minus j اه، يبقى برضو هي symmetric زي ما قلت لكم من شوية، ان انا لو قلت 3 divides 12
ماينس 9 وعكستها وخليتها 9 ماينس 12، هو الفرق الإشارة ما فيش غير كده. وبالتالي هي ديفايدز في الحالة الأولانية 3 وديفايدز في الحالة الثانية ماينس 3، فالفرق الإشارة زي ما قلت لكم من شوية. آخر حاجة هي أنتي سيمتريك، طبعا الرد جاهز عندكم إن كان في حاجة قدرت أحطها وأحط معكوسها، فإذا عمرها ما هتبقى أنتي سيمتريك ريليشن. لو أنا عندي دلوقتي two relations R1 و R2 متعرفين عندي، فهل دلوقتي عندي أقدر أعمل composition ما بين two relations؟ يعني إيه composition ما بين two relations؟ يعني relation الأولانية و relation التانية. يعني لو أنا قلت في B بينتمي إلى B وعندي AB بينتمي إلى R، ففي BC بينتمي إلى relation، يعني إيه بالبلدي كده خالص، يعني المنظر اللي قدامكم ده، ان انا عندي ال1 هنا مربوط بالاكس، والاكس هنا مربوطة باليو. فانا لو عملت العلاقة اللي هي تبقى r، انا عندي دلوقتي اهو s over r، يعني s بعد r، يعني اثر بs بعد ما اثر بr، ينفع. لو عملت ده على 1 يعني هأثر بإس بعد ما أثر بآر على 1، طب ما أثر يعني بعد ما أثر بآر، يعني آر الأول، إس أوفر آر تنطق كده، يبقى ما أثر بآر الأول ال1 هيوديني للإكس، يبقى أثرت بآر، وأثر بإس أوفر آر بعد آر، يبقى الإكس هتوديني ليو، يبقى هتبقى بيو. ونفس القصة لو رحت للتو، R الأول تو بزد، الزد ودتني للتي، يبقى S over R للتو، أهو التو ودتني للزد، والعلاقة التانية الS ودتني للتي بقت بتي. يبقى أنا لو عملت ريليشن جديدة على طول S over T هتبقى كده على طول، هتبقى 1 بيو و2 بتي وهكذا للباقي للثري وللفور والكل الباقي. فدي تنطق S over R أو تأثير S بعد تأثير R، تمام؟ والريليشن هي اللي طلعت تحت زي ما انتوا شفتوا كده، ال1 مع اليو، وال1 طبعا له واحدة تانية لأن ال1 رايح للواي والواي رايحة للفي، فال1 برضو مربوط مع الفي، وهكذا. هخلص كل الريليشنز الموجودة هنا، التو رايحة على الزد والزد رايحة على التي، فالتو والثري هيروحوا على التي لأنهم الاثنين رايحين على التي، الفور رايحة على الاكس ومن الاكس رايحة على اليو، يبقى الفور مع اليو، ويبقى دي العلاقة S over R. طبعا هنا بقى لو انا بأثر بآر مرتين، يعني لو انتم ملاحظين ان العلاقة اللي هنا واللي هنا مراية من بعض بالظبط، لان الاتنين آر، يعني أثرت بآر بس مرتين، كوبي نفس شكل اللي هنا هو اللي هنا، السهم ده زي ده وده زي ده بالظبط، هي آر هنا هي آر هنا، وهي ايه وعمال اكررها وممكن اكررها كمان مرة. فهنا كانت آر الاولانية آر 1 وهكذا، فحطت آر أس إن بلس 1 لأي عدد من المرات، وأقدر أفكهم بقى الـ R أس N و R أس 1 وهكذا، ما يهمنيش إن إيه، يعني أنا ممكن R تكعيب تبقى كأنها R over R over R، تمام؟ لو هي R to the power 4 تبقى R over R over R over R وهكذا، معناها إن أنا بتنيني أثر بـ R عدد من المرات طبقا للرتبة المحطوطة هنا. تمام، واقدر هنا بقى اجيب ال r squared اللي هي r over r، اجيبها هنا ان انا اربط الاولانيه بالاخيره زي ما انتم شايفين كده، فال1 هروح منه ل1 وال1 هيوديني ل1 or 2، يبقى ال1 مربوط ب1 ومربوط ب2، وال1 لما راح ل2 وراحت ل3 يبقى 1 2 3 وهكذا، يعني بمشي بنفس المسار، ادي 1 ل 1 تمام، ف
فده وداني ان الوان هيرتبط بالوان وارتبط بالتو اللي هم دول، والوان للتو اللي هو تحته وداني ان التو ارتبطت بثري، فده وان وثري. خلصت الوان وبفروعه اروح للتو، التو راحت للثري، والثري راحت لتو، فالتو كده ارتبطت بالثري اهي، الثري راحت لثري، والثري راحت لثري، يبقى ثري اترابطت بالثري، الفور راحت للوان، والوان راح مرة للتو مرة للوان، يبقى فور مرة بالوان وفور مرة بالتو اهم. لو ار 3 يبقى هاخد الار 2 اللي انا لسه جايبها المرة اللي فاتت، ارسمها احط عليها ار كمان، فيبقى دي ار 3. طالما ان انا جبت ار 2 قبل كده استفيد بيها واركب عليها على طول، وهكذا لو ار 4. او لو جينا دلوقتي نشوف عندي الفور سلايدز اللي جايين هنبدأ نتكلم فيهم على مجموعة من الريليشنز، عايزين نشوف فيهم الأربع خواص اللي احنا خدناهم النهاردة. أول واحدة دلوقتي هنبدأ نتست كل دولت هل هما reflexive or not. طبعا ما نساش أبدا ان الريليشنز دولت على 1 2 3 4، لأن الفور elements دولت هما اللي هيحكمولي الreflexivity في كل اللي جاي. أنا ما أقدرش أقول reflexive or not إلا لما ميك شور إن أنا عندي في صورة لكل عنصر في in the set. Every element in the set له ال tuple A and A. كل سلايد هتلاقوا definition بتاع ال property موجودة في المكان من فوق. ف 1 2 3 4 هراجع بكل بساطة، أدي 1 1 2 1 2 مفيش 3 and 3 يبقى not. ليه؟ لأن missing A missing 3 and 3، ده اللي هنا ده هو الميسنج اللي مش موجود. اللي بعدها دي not، ليه؟ الميسنج كتير، الميسنج A 2 and 2 و 3 and 3 و 4 and 4 كل دول missing. تمام؟ طيب اهو اللي بعدها 1 and 1 موجودة، 2 and 2 موجودة، 3 and 3 موجودة، 4 and 4 يبقى دي yes، دي yes reflexive. اللي بعدها ولا واحدة موجودة على الإطلاق فنو، هيبقى مين اللي missing؟ all، كلهم missing. هنا 1 and 1 2 and 2 3 and 3 4 and 4 يبقى دي yes، دي طبعا all missing وبالتالي no. طبعا العلاقة reflexive من أسهل ما يمكن. هنا احنا بنتكلم على العلاقة السيمتريك، ودي بقى تحتاج نوع من الدراسة مختلف تماما عن العلاقة الرفلكسيف. هناخد اول واحدة 1 and 2، طبعا 1 and 1 هو معكوس 1 and 1 فمش هبص عليه. 1 and 2 عندي 2 and 1، و 2 and 1 هي ال 1 and 1، يعني دي دول معكوس بعض، يعني ال 2 and 2 هي معكوس نفسها. 3 and 4 مفيش 4 and 3 يبقى نو. ليه؟ لان انا عندي 3 اللي ميسنج، مين اللي ميسنج اللي مخلي لي الدنيا كده؟ ما عنديش 4 and 3 وعندي 3 and 4. العلاقه اللي بعدها 1 and 1، 1 and 2، 2 and 1 دي يس، لان كل واحده موجوده المعكوس بتاعها موجود. 1 and 1، 1 and 2، 2 and 1 موجوده. 1 and 4، 4 and 1 موجوده. 2 and 1 معكوسها موجود اللي هو 1 and 2، 2 and 2 معكوس نفسها، 3 and 3 معكوس نفسها، 4 and 1، 1 and 4 يبقى دي yes، كل واحدة المعكوس بتاعها موجود. 2 and 1 مفيش 1 and 2 يبقى no. ليه؟ لأن احنا الميسنج 1 and 2 مش موجودة. هنا 1 and 2 في 2 and 1 مفيش 2 and 1 يبقى no، والميسنج عندنا 2 and 1 مش موجودة في الريليشن هنا خالص. 3 and 4 مش موجودة عكسها يبقى no، لأن الميسنج اللي عندي هنا 4 and 3 مش موجودة وهي خلت العلاقة دي.
هنا بقى يزداد الصعوبة أو تزداد الصعوبة لما أجي أتشيك على ترانستيفتي. ليه؟ لأن هنا التشيك هيبقى على مراحل كتير أوي. تعالوا نشوف الريليشن دي برضو ستيل على 1 2 3. أما أخد 1 1 يبقى ده منتهي ب 1، هدور على كل اللي بيبدأ ب 1، حطيت تحت ده هو الوحيد اللي بادئ ب 1، فيبقى مش هعمل تشيك غير مع ده بس. طيب لما اعمل تشيك 1 1 1 اند 2 بشطب الاثنين في الوسط، التالت المفروض يكون موجود 1 اند 2، فال 1 اند 2 التالت اللي موجود ده دلوقتي موجود اهو، اللي هو نفس التابل ده، يعني 1 1 لما اهو يبقى التالت 1 اند 2، والتالت 1 اند 2 هو نفسه اللي موجود. يبقى خلصت التشيك بتاع ال 1 اند 1، انقل على اللي بعد 1 اند 2. مين كل اللي بادئين بال 2؟ ده بادئ بال 2 وده بادئ بال 2، يبقى هعمل تشيك مع واحد واحد من دول. لما اعمل تشيك 1 اند 2 و2 اند 1 مع ده هشطب ده، يبقى التالت 1 اند 1 موجود. طيب اعمل تشيك على اللي بعده، ده مع ده دلوقتي 1 اند 2 مع 2 اند 2، يبقى التالت بتاعهم 1 اند 2 موجود اللي هو نفسه ده. يبقى انا كده كل اللي بادئين بتوع عملت عليهم تشيك، يبقى انا خلصت التشيك الاولاني والتاني. انقل دلوقتي على التالت 2 اند 1، ابص على كل اللي بادئين ب 1 هلاقي ده وده بادئين ب 1، فهيبقى عندي 2 اند 1. المفروض 2 اند 1 دلوقتي اللي انا بعمل تشيك عليه، انا شغال على ده 2 اند 1 مع 1 اند 2 اللي هو ده اهو، يبقى التالت بتاعهم هيبقى 2 اند 2 موجود. طيب بعد كده 2 اند 1 مع 1 اند 1 يبقى التالت بتاعهم 2 اند 1 موجود. يبقى انا كده خلصت كمان ده. هنقل على اللي بعده 2 اند 2، شوف كل اللي بادئين ب 2 مفيش الا ده، يبقى اقول 2 اند 2 اللي بعده 2 اند 1، يبقى التالت بتاعهم هو 2 اند 1 برضو موجود. يبقى خلصت ده كمان. انقل على 3 اند 4، هاخد كل اللي بادئين ب 4 هما اللي بعده ده وده، يبقى هعمل له تشيك مع ده الاول ومع التاني، مع ده هيديني 3 اند 1 موجوده، مش موجوده. يبقى لما عملت دول مع بعض 3 اند 4 و4 اند 1 وشطبت دول، كان لازم يكون موجود 3 اند 1 ودي مش موجوده، يبقى نوت ترانزيتيف. ليه نوت ترانزيتيف او نوت وخلاص؟ لان هو العنوان فوق ترانزيتيف. ليه؟ عشان ما عنديش 3 وان، هي دي الميسنج. اللي بعدها 1 اند 1 اختبرها مع اللي بعدها، يبقى التالتة 1 اند 2 موجوده، ما هو مفيش حاجه تانية بدأ بال 1. 1 اند 2 مع مين بادئ ب 2؟ مفيش الا دي، يبقى التالتة 1 اند 1 موجوده. 2 اند 1 مين اللي بادئ ب 1؟ الاثنين دول بادئين ب 1، فاختبرها معاهم بقى 2 اند 1 مع الاثنين بادئين ب 1. نبدأ الأول مع 1 1 اللي هو ده، يبقى التالت 2 اند 1 لما اشطب دول موجود. طيب تاني مرة جربها مع التاني اللي هو 1 اند 2، يبقى التالت بتاعهم 2 اند 2 مش موجود، يبقى نو او نوت. ليه؟ لأن ما عنديش 2 2 اهو، لأن انا خدت 2 اند 1 معاها 1 اند 2، التالت اللي هو 2 اند 2 مش موجود. اللي بعده 1 اند 1 مين اللي بادئ ب 1 ده؟ يبقى التالت 1 اند 2 موجود هو نفسه. 1 اند 1 مع 1 اند 4 التالت 1 اند 4 هو نفسه. خلاص خلصت الايه اللي بادئ ب 1. 1 اند 2 مين اللي بادئ ب 2 دي؟ التالت 1 اند 1 موجود. 1 اند 2 مع 2 اند 2 التالت 1 اند 2 موجود. في حاجة تانية بادئة ب 2؟ مفيش، هبدأ ب 1 اند 4 مع 4 و 1 هيبقى 1 اند 1 التالت موجود. 1 اند 4 مع 4 اند 4 يبقى التالت 1 اند 4 موجود. 2 اند 1 هبدأ مع كل بادئ ب 1 دول بادئين ب 1، 2 اند 1 مع 1 اند 1 يبقى التالت 2 اند 1 موجود. 2 اند 1 1 اند 2 2 اند 2 موجود. مفيش حاجة تانية بادئة ب 1، هبدأ ب 2، 2 اند 2 مع اللي بادئ ب 2، مفيش حاجة بادئة ب 2 غير دي، تالت 2 اند 1 موجود. 3 اند 3 مفيش حاجة بادئة ب 3 خالص أساسا. 4 اند 1
ده في 3 بادئين ب1 هشتغل معاهم كلهم. 4 اند 1 مرة مع 1 اند 1، التالت 4 اند 1 موجود مع 1 اند 2. التالت 4 اند 2 المفروض تكون في 4 اند 2 مش موجودة، لان لازم 4 اند 2. لما اخد 4 اند 1 مع 1 اند 2 اهم، التالت 4 اند 2 يبقى نوت عشان ما عنديش 4 و2، وهكذا هكمل في الكل. الانتي سيمتريك سهل قوي، لان المفروض اتاكد ان مفيش ولا واحد ومعكوسه موجودين على الست دي. هنا 1 اند 2 و2 اند 1 موجود، يبقى نو نوت. 1 اند 2 و2 اند 1 موجود، نوت. هنا ولا واحده لها مقلوب الا السيلف. السيلف ما بحسبوش، يعني دول خلاص. 1 اند 2 ملهاش مقلوب، 1 اند 4 ملهاش مقلوب، 2 اند 1 ملهاش مقلوب. لا، 1 and 2 و 2 and 1 موجودة، يبقى نوت. هنا 2 and 1 لا مقلوب، لا. 3 and 1 لا مقلوب، لا. 3 and 2 لا مقلوب، لا. 4 and 1 لا مقلوب، لا. 4 and 2 لا مقلوب، لا. 4 and 3 لا مقلوب، لا. يبقى دي يس، ولا واحدة لها مقلوب. هنا عايزين نتأكد هل في أي حاجة لها مقلوب. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 مفيش ولا حاجة. طيب ال 4 3 فيه لها مقلوب؟ لا، يبقى دي برضو يس. مفيش أي حاجة لها مقلوب غير السلف، والسلف ما بحسبوش، اللي مع نفسه. الأخيرة يس، لأن هي واحد ومفيش حاجة لها مقلوب. وبكده يبقى المحاضرة بتاعتنا خلصت النهاردة. أتمنى أنها تكون كانت واضحة، وبدعي لكم دايما بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.